الحقيقه كلنا متابعين نادينا النادي الاهلي. المعسكر الاكثر من رائع الحقيقه مستمر في النمسا. النادي الاهلي زي ما انتم عارفين بيستعد لموسم صعب جدا على مستوى البطولات، على مستوى المباريات. والحقيقه النادي الاهلي عنده معسكر في النمسا، ومعسكر ناجح بكل المقاييس الحمد لله. لغايه دلوقتي الامور ماشيه بشكل اكثر من رائع. معسكر النادي الاهلي في مكان نموذجي، دايما كولر بيوضب يعني بيأهل فرقته بشكل اكتر من رائع، بطبعا معاونه طبعا الكابتن خالد بيبو وباقي الاجهزه الاداريه في تحضير الحقيقه لموسم زي ما بقول لحضراتكم، موسم هيكون موسم صعب مش سهل. مباريات كثيره جدا، بطولات كثيره جدا جدا ان هيستهلها النادي الاهلي ان شاء الله بالسوبر الافريقي امام نادي اتحاد العاصمه الجزائري ان شاء الله يوم 15. المعسكر زي ما بقول لحضراتكم بيكون فرصة كبيرة جدا جدا، أولا للمدير الفني إنه بيحط بصماته، بيشوف أدواته اللي بيحضرها للمباريات والبطولات القادمة على مستوى البدني. زي ما حضراتكم عارفين كان في كشف طبي وكان في قياسات بدنية قبل السفر هناك. طبعا كان في جزء بدني كبير جدا اللعيبة اشتغلت عليه، كمان مهم جدا إن في جزء فني على الشكل الخططي، على الشكل التكتيكي اللي هيلعب بيه كولر ان شاء الله في الموسم القادم. والاهم كمان المجموعه الجديده، يعني على مستوى الصفقات الجديده كان مهم جدا وجود، طبعا بنتكلم على امام عاشور، بنتكلم على رضا سليم، وجودهم في المعسكر وسط الاجواء ديت، وسط اللعيبه بتقرب المسافات جدا على مستوى التعامل داخل الفريق الواحد، على مستوى كمان يعني التعرف على فكر كولر من خلال المعسكر، سواء على المستوى التنظيمي، سواء على المستوى الفني، على المستوى كمان التجانس مع الفريق بشكل كبير جدا. كمان عودة كبيرة لكريم نيدفيت وصلاح محسن بعد غياب الموسم اللي فات واللي قبليه، دخلوا مع الفرقه بشكل جديد. هم مش غراب على الفرقه، لكن بيخشوا تاني الاجواء، بيتعرفوا على كولر، بيتعرفوا على الاجواء، سواء زي ما بقول لحضراتكم على المستوى التنظيمي، على المستوى الفني. الحقيقه اللقطات اللي بنشوفها لقطات حلوه قوي، يعني في متابعه كمان جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ايا كان حل النادي الاهلي في اي حته في العالم هتلاقي جماهير النادي الاهلي موجوده. الاجواء برد، الجو برد، وده مهم جدا للياقه البدنيه بتاعت اللعيبه، يعني بيبقى في عامل البروده شويه، ده بيساعد اللعيب ان هو يبذل مجهود اكبر. في روح حلوه في المعسكر الحقيقه، بجانب الجديه، بجانب الالتزام، لكن في روح حلوه. يعني بنشوف اللعيبه في بعض اللقطات كان عندهم يوم راحه، يوم فري، الناس بدات تنزل وتشوف البلد ويستمتعوا باليوم الراحه دوت، عوده تاني للتدريبات الحقيقه عشان عندهم مباراه بكره مع احدى الفرق السلفانيه، فريق قوي، هيكون في مباراه وديه بكره ان شاء الله مع النادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم كل بيستعد، كل اللعيبه اللي قدام حضراتكم طمعانه وجعانه، وده مهم جدا. كان في فتره راحه لا باس بيها، معسكر نموذجي من كل النواحي، اللعيبه مركزه جدا جدا في مباراه طبعا اتحاد العاصمه الجزائري في السوبر الافريقي. دي اول ان شاء الله باذن الله اول بطوله باذن الله تضاف لدولاب النادي الاهلي هذا الموسم. لكن على مستوى زي ما بقول لحضراتكم الاستعدادات على اكمل وجه، خلاص المعسكر قرب ينتهي وبيرجع النادي الاهلي اعتقد كمان يومين ثلاثه هيكون متواجد في القاهره، ممكن ياخد راحه 48 ساعه ويعود تاني استعدادا للسفر الى المملكه العربيه السعوديه لطبعا مباراه السوبر الافريقي مع نادي الاتحاد الجزائري، اتحاد العاصمه الجزائري. كمان الحقيقه كان مهم جدا وجود الكابتن محمود الخطيب الحقيقه اللي حرص على السفر الى النمسا، وعشان يبقى قريب من كل الاستعدادات، قريب من الفريق، قريب من كابتن خالد بيبو. قعد كان في جلسه مع مارسيل كولر بيطمن على كل الاجواء وعلى اجواء المعسكر وما بعد المعسكر. الحقيقه دور مهم جدا، يعني نشوف رئيس النادي الاهلي متواجد في المعسكر، ده بيدي انطباع وبيدي احساس اللعيبه ان احنا في مرحله مهمه جدا، ودايما النادي الاهلي في مراحل مهمه جدا في البطولات.
وجود الكابتن محمود الخطيب في المعسكر اداله كمان شكل مميز جدا، واللعيبه كانت مبسوطه جدا، وشفنا على السوشيال ميديا قد ايه كان الكابتن محمود الخطيب كمان لقاء ودي مع اولاده، في بعض النصايح على مستوى المستوى الفردي، في جلسات تنظيميه مع الكابتن خالد بيبو و مارسيل كولر، فكل ده كان مهم جدا في معسكر النادي الاهلي اللي كان الحقيقه معسكر ناجح جدا، معسكر نموذجي، وان شاء الله يعود ده على الفريق ان شاء الله في بدايه الموسم ان شاء الله، واولها مباراه اتحاد العاصمه الجزائري.